بطبيعة الحال، حيت من كتخرج وما كتجبرش بنادم فرش لك في الباب، جات لا بيلانس جبر مي يدخل، جاب شي واحد الربيح بحال جبر مي يدخلو شي حاجة، شي مشكل مخزن، والمخزن ما كيلقاش من يدوز. لا مزيانة بزاف، ويعني كخص السوق يعني يكون خارج شويش على النطاق الحضاري. يعني مزوينة، أنا عجبني في صراحة الله، عجبني هيدا مزيانة. يعني مابقاتش الفوضى. مابقاتش الفوضى هنايا بزاف، كانت هنا بزاف الفوضى وداكشي، ولكن هنا دابا يعني مزيانة، ولا الدنيا خاوية وداكشي ولا مزيان. فلوس اخر الطوموبيلات ما كيلقاوش فين يباركيو، كيجيو الناس عندنا، الناس اللي السكان ديال هنا عندهم طوموبيلات ما كيلقاوش فين يباركيو. ارتاحينا حيت حنا السكان ديال هنا مفرشين هنا، كيجمعوا كاين اللي كيجمع غير زبل الحاسك من الطرق كيحطوا هنا حتى العشيه، كيخلي هذاك الوسخ ويمشي بحاله هو. فرق كبير بين مي كانوا فراش هنايا وميزولوه. علاش؟ اول حاجه الملك العام كيستغل له، حنا ما كنجبرو ما يندوزو، خو كيدوز عندو الكوتشي كيجبر ما يندوز، كيتعرض بأنه كيضطر يهون الشارع. وثاني حاجة كيجيو فرشو لنا باب العمارة هادشي مكالا هم موسخي، وكيقولو الهضرة طايحة. يعني واحد في الراحة ديالو في دارو ما كيحش بيها، ودابا مي زولوه من هنا دابا عاد كبانت الشارع وبانت الدخله ديال الحومات الشغل مزيانه. زعما الصراحه هذا المكان مخصص للسكن، ولكن حنا لقينا ديرو نجمو بزاف من هاد الناس اللي كيبيعوا ويشريوا، لان حتى الناس اللي كيجيو عندنا ولا هذا كيقولوا زعما بلي السكن غير صالح في هاد المكان، والطوموبيلات ديالنا ما كنلقاوش الباركين، الا باركينا كنصدقوا معاهم في مشكل، كيدابزوا معانا كيضربونا الطوموبيلات. شوف الحمد لله توضحت الامور، المتاجر كيبانوا في محلهم، يعني الديور ولاو كيبانوا، يعني العماره ولات نقيه الحمد لله. كنا زعما مهددين بزاف، انا كنخدم وكنلقى حتى بنادم توقف عليا، دابا الحمد لله يعني كنشكر سيدنا وكنشكركم وشكرا. دابا الدنيا على اللي كنشوفوا تنقص على اللي كانت، كانت الدنيا هنا كانوا بنادم كيخرجوا، بنادم كيبغي باركي السكان الطوموبيلات ديالهم هنايا ما كيخليوهمش، كان بنادم كيخرج في الليل هنايا نسى كيقطعوا لهم الطريق ما كيخليهمش يكوزوا. بالنسبه للفراشه اللي كانوا هنايا كانوا فيهم ناس كياكلوا طرف الخبز، يعني فهمتيني، يعني بقى فينا الحال، وكاين ناس اخرين زعما الصراحه الله هما اللي كانوا السبب في هذا الشيء. كانت منتشره هنا تجاره ديال المخدرات، كان بالنسبه للازبال، كان بالنسبه للانسان ما الاحترام ما كاينش، بالنسبه للسكان ديال العماره هنايا ما تقدر تخرج مع ولادك انت في الطريق معاهم مع الناس ولا شي حاجه، يقدوا يضروك على المراه ديالك، يقدوا بزاف ديال الحويجات فهمتيني. كانوا ناس عاود كانوا كيسترزقوا الله، ولكن ما كانوا في واحد الاطار غير منظم غير مهيكل. جا هذا السوق هذا اللي استفاد استفاد، واللي ما استفادش ان شاء الله فكاين عاود ترونش اخرين باش يستافد ان شاء الله مره اخرى. دابا في الساعه الحمد لله زعما واحد الراحه كبيره، زعما مع اللي كان هذيك الصعوبه الدخول والخروج يوميا في الصباح وفي العشيه، ما كتقدرش تهضر معاهم، ما كتشوف. ايوا دابا الحمد لله واحد الفرق كبير.